برامج نتائج اعتراضات الثالث متوسط عبر موقع وزارة التعليم العراقية عموم المحافظات 2024. حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة على توفير رابط رسمي مباشر يمكن عن طريقه الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط، وذلك بعدما كثرت عمليات البحث بشكل كبير من جانب الطلاب للتعرف على النتيجة، بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب خلال الأيام الماضية بطلبات الاعتراض على نتيجة بعض المواد أما عن الروابط الرسمية المتاحة يوضح آلية الاستعلام عن النتيجة بسهولة. الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط. يمكن لجميع الطلاب في كافة محافظات العراق في هذا التوقيت الاستعلام عن نتائج الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط لهذا العام 2024 من خلال موقع نتائجنا أو من خلال استخدام وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي. في الخطوة الأولى عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة التربية والتعليم العراقي بشكل مباشر. يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، ثم قم باختيار منها نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط. يتطلب من الطالب تدوين كل المعلومات الخاصة بشكل صحيح والتي تتمثل في اسمه والرقم الامتحاني بالإضافة إلى محافظة الطالب، ثم يتم النقر على كلمة الاستعلام عن نتيجة الاعتراض لكي تظهر النتيجة على الفور غير الموقع. يمكن اختيار أيقونة طباعة النتيجة كذلك. موعد نتيجة اعتراض الصف الثالث المتوسط. حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الماضية على فتح باب التقديم على اعتراضات الصف الثالث المتوسط، وذلك بعد أن كانت ظهرت النتيجة قبلها بعدة أيام، لكي يتم إعادة تصحيح ومراجعة المواد مرة ثانية التي قام الطلبة بالاعتراض عليها، ويتم القيام بذلك من جانب لجنة متخصصة ومتاحة في جميع المدارس بكافة المحافظات العراقية بشكل عام، حيث قام الطلبة بتقديم طلب الاعتراض بشكل إلكتروني بناء على الضوابط التي نوهت عنها الوزارة، والتي جاء أبرزها هو سداد الرسوم اللازمة للاعتراض على كل مادة، حيث يتم دفع رسوم تصل إلى حوالي 3000 دينار على المادة الواحدة بناء على ما قامت الوزارة بتحديده.